خبرنا النهاردة عن سما المصري وشاب في الشارع، وهي نزلت علشان بتاخد استطلاع رأي حوالين ان الشباب ينزلوا لو مصر حصل فيها حرب، الشباب هتنزل ولا لأ. فحصل موقف وحش جدا بينها وبين شاب وهزار ملوش اي معنى، ان بتكلموا على بنطلونه، ففضل يقول لها اقلع البنطلون اقلع البنطلون. هنكمل مع بعض الخبر ونبتدي معاه ونشوف سبب الخبر ايه. سما المصري مع شاب يريد خلع بنطلونه في الشارع. نزلت الفنانة سما المصري الى الشارع لاستطلاع رأي الشباب اذا كانوا على استعداد لدعوة الجيش للمشاركة في الحرب مع ليبيا او في ليبيا. ونشرت سما المصري عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه في الشارع باللبس العسكري وهي بتحاور أحد الشباب، غير إن الحديث بين سما والشاب دار حوالين بنطلونه، حيث مازحها قائلا بأنه سيخلعه. وعلقت سما المصري على الفيديو قائلا: أحاول أقنع الشاب ده إنه ما يقلعش البنطلون وهو مصر يقلع البنطلون، مش عارفة ليه، يكونش عشان النهاردة الخميس. ده كان كلام سما المصري، يعني انتي نازلة بتتكلمي عن حرب، إيه اللي دخل الحرب أو إيه اللي دخل قصة الحرب في لبسه أو لبنطلونه؟ المفروض نلتزم بالحوار، ما ندخلش في حاجة تانية. ده كان كلام، ده رأيي، وعايز اعرف رأيكم في التعليقات. يعني ينفع انا اوقف الشباب واكلمهم عن الحرب وبعدين اكلمهم عن بنطلونهم او لبسهم ويتدنى الحوار بالطريقة دي، ان الشاب ان هو يبقى عايز يقلع بنطلونه في الشارع؟ يعني متهيألي ده ما ينفعش، واسلوب ما يليقش خالص انه يحصل، واسلوب مستفز صراحة. فانا حبيت اقول وجهة نظري وعايز اعرف رأيكم في التعليقات. ده كان خبرنا النهاردة، فضلا منكم وليس أمرا تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس. بشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.